هو هالإيمان يلي ما بيتزعزع بوجه التجارب. الإيمان بيسوع هو هالإيمان الثابت بالأوقات الصعبة بالحياة. هلأ في ناس ممكن ينقال عنهم مسيحي الطقس الحلو، في ناس بيصيروا مسيحيين حقيقيين لما يكون بدهم شيء من الله، بيروحوا على الكنيسة بظنوا أنه بيقدروا يعملوا بعض الخدمات لله، وفي غيرهم بيظنوا أنه المسيحيين فقط لأنهم مشوشين. أول دليل أنه الشخص اللي بيدعي أنه هو مسيحي، أنه هو مؤمن بالرب يسوع المسيح، أول دليل بيقدر يبرزه هالشخص هو يلي بيعمله ومش يلي بيقوله. أي شخص بيقدر يدعي أي شيء، ويلي بيعمله لما الأوقات الصعبة تضرب، لما التجارب بتظهر، لما الاختبار بيتم، لما الظروف يلي ما إلها تفسير بتظهر بالأفق من دون ما تكون عامل شيء، لما تواجه الإساءة، خيبة الأمل، النكسة والحزن، كيف بتستجيب لهيدي الظروف؟ هيدا أول دليل إنه إيمانك حقيقي. شوف الآيات 2 و3، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة.